يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقض حاجتنا قريب، هذا وقت الحاجات يا حاضر لا يغيب. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اصرف عنا الأذى، إنك على كل شيء قدير. اصرف عنا الأذى، إنك على كل شيء قدير. اصرف عنا الأذى، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا وأقل عثراتنا وأذهب حزننا وحرصنا وكلنا، وخذنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا، ولا تجعلنا بأنفسنا محجوبين، واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين برحمتك أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. تقريبا آخر 6 حكم هنخلصهم النهاردة بإذن الله، وننتهي من شرح الحكم، وممكن بعد كده في الجلسات القادمة نشرح المناجاة وبعض الرسائل الملحقة بالكتاب، لكن كده يبقى انتهينا من الحكم العطائية إن شاء الله. يقول في الحكمة حسب العد بتاعنا، لأن كل واحد ساعات يعدها بطرق مختلفة، ساعات يجمع لك حكمتين فيديها رقم واحد، واحد يجمع يقسمها ويدي أرقام، فالعد قد يختلف من كتاب لكتاب ما يضرش. حسب العد بتاعنا احنا الحكمة 285. رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده. رب قد تستعمل للتقليل وقد تستعمل للتكثير في لغة العرب، يعني كلمة رب دي تستعملها يا إما تقصد تقلل الحاجة اللي هتقولها، أو ساعات تقصد بها التكثير. تعرفها دي للتقليل ولا للتكثير إزاي؟ بالسياق، حسب السياق والكلام تقوم تعرف على طول. أما تقول مثلا رب كسلان ينجح، يبقى دي للتقليل، باينة كده، لأن الكسلان غالبا بيفشل. لكن لما تقول رب كسلان ينجح يعني للتقليل، يعني نادرا ما يبقى الكسلان ينجح. أما تقول مثلا إيه، رب كثير من الناس لا يعرفون ربهم، يعني للتكثير، وأكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يؤمنون، أكثر الناس، يبقى للتقليل للتكثير، لأن كم واحد عايش في على وجه الأرض؟ مليارات كتير، المسلم فيهم مليار وشوية، هم دول اللي يعرفوا ربنا بس، المسلمين الباقيين ما يعرفوش ربنا خالص، كفار. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في وقعة بدر نظر إلى الصحابة وجدهم ضعاف، وكان ساعتها في نصارى ويهود وفي كل حاجة، قال يا ربي إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، فدل على أنه لم يكن معبود في الأرض، يعني النصارى ما بيعبدوش حاجة، واليهود دول ما يعرفوش ربنا، ما حدش يعرف ربنا إلا المسلمين. مش تعصب، دي حقيقة، لأن النصارى عبدوا سيدنا عيسى بن مريم فما يعرفوش ربنا، كفار ضالين، واليهود وصفوا الله بصفات لا تليق به وكفروا بالأنبياء وقتلوهم، قالوا ربنا فقير، قالوا ربنا بيتعب، ربنا جسم وخلق السماوات والأرض في 6 أيام واستريح اليوم السابع لأنه أرهق، قالوا على ربنا حاجات عجيبة، قالوا يد الله مغلولة، قالوا عزير ابن الله، قتلوا الأنبياء، كفروا بسيدنا محمد، قتلوا سيدنا عيسى على زعمهم، وإن كان ربنا نجاه من إيديهم ورفعه إليه. فهم كفار من وجوه عديدة مش وجه واحد. يبقى الحقيقة اللي يعرف ربنا على وجه الأرض هم المسلمين، يعرف كده كويس. المسلمين يمثلوا إيه بقى بالنسبة لتعداد الناس؟ عدد بسيط بالنسبة لتعداد الناس، يبقى أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس لا يعقلون، وصدق الله في القرآن قال ذلك. فيقول رب عمر اتسعت آماده، رب هنا للتكثير، يعني كثير من الناس يكونوا عاشوا عمر مدة طويلة، سنين طويلة في عمرهم، وقلت أمداده، لكن عمره الطويل ده كان فترة وصوله إلى ربي فيها
ضئيلة أو قد لا يصل وقد لا يعرف ربه. رب عمر اتسعت آماده أي أزمنته وقلت إمداده يعني غير موفق، ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده. شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان الكامل عاش 63 سنة غير وجه الأرض إلى يوم القيامة، هي 63 سنة، وفترة ال 63 سنة اللي فيها شغل جامد هم 23 سنة منهم. في 23 سنة أنت قد لا تستطيع أنك أنت مثلا تعلم مجموعة معينة كده كيفية قراءة القرآن، بس في 23 سنة النبي صلى الله عليه وسلم غير وجه الأكوان كلها في 23 سنة. يبقى عمره قليلة آماده لكن كثيرة أمداده صلى الله عليه وسلم. سيدنا نوح لبث 1000 سنة إلا 50 عام، ما أمن معه إلا إيه قليل، قالوا اللي ركبوا مع السفينة 80، في ناس قالوا كده 80 بس اللي أمنوا مع سيدنا نوح. ف طب قول 800 ما يجراش حاجة، بس 950 سنة يبقى. وسيدنا نوح أولي عزم، سيدنا نوح من أولي العزم، فشوف نبينا بقى فوق أولي العزم. رب عمر قلت آماده يعني تبقى فترة الزمن اللي فيه، لكن إيه كثيرة أمداده، مدد من الله سبحانه وتعالى. أنت إذا عرفت ربك، لو عرفت ربك سبحانه وتعالى يصبح اللحظة اللي أنت تعرف فيها ربك وتذكر فيها ربك دي مباركة محسوبة ليوم القيامة. طب والفترة اللي أنت غافل فيها اتقطعت من عمرك ما استفدتش أنت بيها خالص، كأنها اتقطعت. يبقى الفترة اللي عرفت فيها ربك هي دي الفترة الحقيقية اللي أنت عايشها. أنت عرفت عشت 80 سنة، عرفت ربك في 80 سنة 10 سنين، يبقى أنت عمرك الحقيقي 10 سنين. والباقي كله ده تضييع وقت. ما وصلتش لحاجة. ضيعت وقت فيما لا طائل، في علم لا ينفع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، يعني ما أدى إلى ذكر الله وعالم ومتعلم. وربك سبحانه وتعالى يقول إيه في القرآن: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يبقى الناس قاعدة طول النهار تتكلم، شوف أنت كل شهر بتدفع قد إيه محمول، كلام رغي شغال، وموبينيل شغالة، واسمها إيه التانية دي، وكليك وغيره شغالين، والناس الوقت بقت تصرف على الكلام أكتر ما بتصرف على الأكل والشرب. فاتورة التليفون عادي وتليفون محمول وموال، رغي رغي كتير وهرج كتير، ده غير كلامان الكلام اللي بره المحمول، الكلام العادي اللي في الشارع وفي البيت وفي الأوتوبيس وفي النادي وفي الكازينو وانت قاعد مع زمايلك. شوف بقى كل الرغي ده ربك سبحانه وتعالى قال لك كل ده ما فيهوش خير إلا 3 أنواع بس من الكلام، 3 أنواع بس، والباقي كله ما فيهوش خير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فشوف أنت اتكلمت قد إيه الصبح لحد النهاردة، يوم واحد بس، أيد كده كل كلمة كتبتها لأنها بتتأيد عليك، فأيدها أنت مرة وراجعها كده بالليل اقراها، وابتدي حط خط تحت الكلام اللي هو يدخل في مراد الله، واشطب الكلام اللي هو لا يدخل في مراد الله، هتجد انك انت اتكلمت كلام بسيط قوي بالنسبه للي ربك يريده. علشان كده العارفين كانوا يقولون كل لحظه وكل ليله عندنا هي ليله قدر. شوف ربك سبحانه وتعالى خلى ليله واحده لو عرفت ربك فيها احسن من 1000 شهر. أمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأمم السابقة عمرها قصير، أي قليلة آماده لكن كثيرة أمداده، أمة مرحومة. أول أمة تبعث، أول أمة تدخل الجنة، أعلى أمة وأرقى أمة، بل تشهد على العالمين، شهداء لتكونوا شهداء على الناس
يعني امه النبي شهداء على الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم شهيد على الكل بقى. يعني شوف امه النبي من حيث العمر ايه، اعمارها قصيره بالنسبه لاعمار الامم السابقه. الامم السابقه كان الواحد يعيش 800 سنه 700 سنه، اللي يموت عنده 600 سنه ده يبقى ما لحقش يكون نفسه، ده يقول لك مسكين ده مات ناقص لسه وهو ما كان في كي جي 1. فشغلانه. انما الوقت عمر امه النبي صلى الله عليه وسلم اغلبهم بيموتوا في الستين، وقليل اللي بيعيش بعد الستين، واللي بيعيش بعد الستين بيبقى لو في الخير تبقى من باب الكرامه له، لان خيركم من طال عمره وحسن عمله. واللي كان في لو كان في الشر تبقى من باب الاستدراج، لانه ما زال يزداد سوء، مش كده برضو؟ لكن اغلب امه النبي صلى الله عليه وسلم اعمارها هتلاقيها بتتراوح بين الستين والسبعين، ده الغالب. ولكن في بعض الصحابه عدى المية، بس قليلين. خيركم من طال عمره وحسن عمله، لكن العبره انك انت تكون استفدت بعمرك ده، احييت عمرك ده. الفتره اللي انت فيها تذكر ربك فيها هي دي الفتره الحيه حقيقيه، هي دي اللي هتبقى مثمره عندك. والمال اللي انت انفقته في الله هو ده مالك الحقيقي، لكن المال اللي انت بتنفقه فيما لا طائل ده ضايع منك. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يقول ابن ادم مالي مالي، فلوسي فلوسي ابعدوا عني، مش انت احنا بنقولها كده فلوسي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول زي ما بنقول احنا كده، يقول ابن ادم مالي مالي، هل لك من، وسموه مال ليه؟ عشان الناس بتميل ليه، بتحبه يعني، نفوسهم مياله ليه، فسموه مال، ميلهم، فبقوا مايلين ومهلهلين، مايل وبيتهايل، واخد بالك؟ لما مال كده للمال فبقى ايه؟ يعني يريد ان يجمعه حتى من اي وجهه ولو من وجهه حرام. يقول ابن ادم مالي مالي، فهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت؟ يبقى مالك هو اللي تصدقت بيه وأبقيته، إنما الباقي كلته أفنيته، ودخلت الحمام وشديت السفون انتهينا أفنيته، ولبسته أبليته خلاص انتهينا. حتى لو جبت هدوم جديده وحطيتها في الدولاب ومت، ولادك ما يرضوش يلبسوها حتى لو هي جديده. شوف ولادك اعز الناس ليك، ممكن يحافظوا عليها، يقول لك حاجه من ريحه ابونا، لكن ما يرضوش يلبسوها، يقول لك اصلها موضه قديمه. يعني هو مالك الحقيقي هو اللي انت تصدقت بيه، كذلك عمرك الحقيقي هو اللي انت عرفت فيه ربك. وازاي تعرف ربك؟ وازاي تكسر الامداد بتاع عمرك؟ انك تصاحب الاولياء، لان انت لما تجلس ساعه مع الولي يرفع همتك ويدي لك مدد ما تعرفش تجيبه في سنه لوحدك، دي مجربه. يبقى انت عشان تكتر الاماد بتاعه عمرك اللي هو امداد ربك، تتبع من اناب اليه، واتبع من اناب اليه، فتشوف تدور مين هم اهل الله وتقعد معاهم، تبص تلاقي تاخد همه منهم، تاخد همه. الشيخ الحقيقي ليس هو الذي يكلمك بكلامه، بل هو الذي يحرك قلبك باشارته ويرفع همتك بهمته، هو ده الشيخ الحقيقي. انما ممكن ناس يقولوا لك كلام حلو ومنمق وما فيش احلى من كده، ولكن يدخل من ودن دي يطلع من الودن التانية، ولا تتأثر بيه، مع انك تبقى معجب بطريقة الكلام واللباقة، معجب بس، لكن لا قلبك اتهز ولا اتغيرت همتك. لكن في واحد تاني تلاقيه بسيط وكلامه يمكن مش مترتب ويمكن كمان متشكل غلط، لكنه مجرد انه يقول لك كلمة تهزك، تنقلك نقلة تانية، مجرد تقعد معاه كده تستصغر الدنيا. في ناس تانيين لما تقعد معاهم الدنيا تكبر وهمومك تزيد. شوف يقول لك الغلا واحنا عارفين نعيش، شوف اللحمه بقت بكام، والمرتبات ايه، والضرايب بقت ايه، وحسن مبارك عامل ايه، تحس ان الدنيا ايه ما هتقوم بعد لحظه. مش كده برضه؟ تروح بقى تقعد مع واحد تاني من الناس الطيبين الاولياء، تلاقي نفسك
يقول لك يا سلام، ده ربنا كريم، احنا جوعنا، ده احنا منغنغين، ده ربنا موفينا بنعم لا تعد ولا تحصى. ايه يا عم ده، انت حتى احلى حاجة لما تبقى في ازمة سلم امورك لله، هو سبحانه وتعالى اللي هيقضيها. تبص تلاقي يوسعها لك، تقعد مع واحد يوسع لك الامور، وتلاقي مع ان كلامه بسيط، كلامه بسيط، الحكاية بسيطة، لكنك منه طالع من قلب متوكل راضي زاهد، تصغر الدنيا. فقعدت معاه اتعديت، الدنيا صغيرة في نظره بقت صغيرة في نظرك. قعدت مع واحد تاني الدنيا كبيرة وهمه الدنيا، تبص تلاقي كمان انت تقول ايه ده، ده انا ما عملتش حاجة للعيال ولا حطيت فلوس ليهم البنك، وده انا ضيعت عمري، ده انا عايز ادور على عقد عمل، انا ايه ده، ده انا زمايلي اللي قدي اللي بيشتغل بياخد له مش عارف كام الف، واللي بنى عمل ايه ده، ده انا ضيعت عمري. تمشي بقى تلاقي نفسك بعد ما كنت ماشي بتقول الحمد لله ماشي بايه، كفرت بنعمة الله بقلبك. يبقى شوف الفرق بين المرء على دين خليله. يبقى ازاي تزود امد عمرك؟ تجلس مع الناس الصالحين الطيبين الحلوين، هم دول اللي هيزودوا لك الامد، لان هؤلاء الناس الصالحين نزل عليهم نعم من الله امداد، ولما تنزل عليهم وانت قاعد جنبهم برضه هينومك من الحظ جان، هتبص تلاقي يجي لك همه، يجي لك فكره، يجي لك عظه، يجي لك اعتبار، تبص تلاقي تحس انك انت ضيعت عمرك فيما لا طائل. ايه ده بقى، الناس الحلوه دي قاعده طول النهار تذكر وتصلي على النبي وطيبه كده وبتاع، والواحد فيهم تلاقي لا عنده عربيه ولا ساكن في بيت ملك ولا بتاع، يمكن قاعد في اوضه. احنا زرنا مشايخ زمان، كان الشيخ احمد مرسي النقشبندي انا اعرفه من مشايخي، ده كان قاعد في شقه بسيطه في عمارات سكنيه في امبابه، العمارات الشعبية اللي بناها عبد الناصر دي اللي كانت شكلها عجيب الشكل، عاملة زي علب الكبريت وكلها مجاري نشعة. هو كان عايش في شقة من شقق هذه العمارات، ولي كبير، وكنا نروح نزوره. الراجل تخش في بيته تلاقي ايه، كنبة وسرير وترابيزة فرومايكا تمنها بتاع 5 جنيه، يعني اساس بسيط، لكنه تقعد معاه تحس ان الدنيا كلها معاك، تحس فعلا الدنيا كلها معاك. لما الواحد كان تضيق بيه الدنيا ويحس بالهموم والامتحانات والدنيا وأزمة، تروح بس تقعد معاه كده 10 دقايق، يا تستريح عليها 6 أشهر، دواء طويل المفعول. ليه؟ لأنه عارف ربه. لما عارف ربه أصبح المكان وإن كان ضيق في ظاهره، إلا إنك أنت تخش الصلاة بتاعته الضيقة دي تحس إنك قاعد في قصر، لمجرد والله ما يكلمك. كنا نقعد معاه كده بس يسلم علينا كده، ويقعد يضحك ويحكي لنا شوية نوادر بتاعته وهو طفل صغير وهو مش عارف ايه بتاع، ويقعد يضحكنا شوية اننا ماشيين، ما يقول لناش حاجة، لكنه تحس انك انت الهمة بتاعتك اتغيرت، نظرتك للدنيا اتغيرت. يبقى كيف تزود امداد عمرك؟ انك انت تشوف الناس الطيبة الصالحة دول تقعد معاهم. لو قعدت معاهم، وعشان كده ربنا سنلك صلاة الجماعة ليه؟ يعني انت ما بتخش صلاة الجماعة بتاخد ثواب 27 درجة، ايه اللي بيزودها؟ وجود الصالحين في المسألة، وجود الصالحين والتجليات اللي نازلة، يروح ربنا يرفع لك صلاتك اللي هي اصلا مليانة يعني سرحان ومليانة غفلة ومليانة كل حاجة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقبلها لك علشان ببركة الكتاب اللي انت ايه اتلزقت فيها بس. وقفت جنب ناس طيبة ناس صالحة، تقوم ايه ربنا يجبرك بيهم. فيبقى علشان تزود امداد عمرك لازم تحرص على معرفة الصالحين. طب لو معرفتش الصالحين الاحياء، روح زور الصالحين الاموات. طب جرب كده وروح زور كده اي ولي من الاولياء الميتين، روح كده زور السيدة نفيسة، او روح مثلا زور سيدنا الحسين، وخد معاك مجلة تقول أنا هقعد أقرأ فيها هناك. أول ما توصل هناك تلاقي نفسك مجلة إيه يا عم؟ تلاقي نفسك زهقت مش عايز تقرأ المجلة، تروح جايب المصحف قاعد تقرأ، جالك المدد، همة الطاعة جات لك لوحدك، واخد بالك؟ يعني جرب كده، خد معاك أي كتاب فيه غفلة وقول أنا هروح هناك عند الستين أنا فيه ساعة أقرأ الكتاب ده، جرب كده.
اول ما هتوصل هتصلي لك ركعتين تحية مسجد وتنك قاعد شوية كده، تلاقي نفسك ايه مش هيكتب يا عم، يصغر ياخد حجمه الحقيقي بقى، وتلاقي نفسك مديت ايدك على كتاب الله قعدت تقرا قران. فعشان كده كل ما تروح للاوليه دول تلاقي ايه الناس اللي قاعدين حواليهم بيعملوا ايه يعني، اللي بيقرا قران، اللي بيفقر ونايم ونوم الظالم عباده، واللي ماسك سبحه قاعد يسبح، واللي قاعد يصلي على النبي، واللي قاعد بينظم الناس عامل نفسه عسكري مرور ينظم الزحمه علشان ده يدخل كده وده يدخل كده، يعني كل واحد مشغول في حاجه فيها خير، لكن ما حدش بيعمل معصيه. خدت بالك ازاي؟ ليه؟ لان زياره الصالحين وحتى ولو اموات فيها تاثير نفسي معروف مجرب. لان الولي لما بينتقل ما زال حيا في قبره، خد بالك ده انت كانك زايره وهو حي. يبقى انت عشان تزود امداد عمرك اعرف الصالحين. ومين هم الصالحين؟ هقول لك انا علامه فيهم حلوه قوي تعرف، هم اللي بيحبوا النبي. بكلمك جد، كل المسلمين يدعوا محبه النبي، لكن انت تعرف مين اللي بيحب النبي بصدق ولا لا؟ هتعرف، مش هقول لك علامه، انت هتعرف. فدور على اي واحد يزود لك محبه في النبي، يبقى هو ده اللي تقعد معاه، هو ده اللي الامداد نازله عليه. لان لا ينزل مدد على الامه الا من الله على النبي، ثم من النبي على احبابه اولا، وبعد كده يتوزع على بقيه الناس. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. يبقى الفضل هو واحد، وربنا سبحانه وتعالى جعله منسوب للنبي لأنه هو مظهره، ونسبه إليه لأنه هو مصدره. فالله هو المصدر والنبي هو المظهر، جعله ظاهرا يقسمه على الناس. فيبقى السر اللي تعرف بيه مين اللي ياخد بإيدك هو اللي بيحب النبي، تدور على الناس اللي بتحب النبي. وعشان كده تجد ان الاولياء والعلماء اللي هم عندهم محبه زائده للنبي تجد كلامهم عليه مسحه القبول حتى ولو يكون كلام بسيط. وتلاقي الناس اللي ما عندهاش محبه زائده، اصل خد بالك ان كل الناس بتحب النبي حتى اعداء النبي، حتى اللي حاربوه كفروا وكانوا بيحبوه، واسالهم واقرا في السير كانوا بيحبوه فعلا وكانوا يحترموه ويقولوا الصادق الامين. لكن هي المسألة عداء شخصي بقى، دي مسألة تانية، لكن كانوا يحبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ده محبوب للكل، لكن احنا بنتكلم المحبة الخاصة اللي هي تحقق بقول الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، اللي هو أصبح النبي في قلبه أولى من نفسه. هو ده اللي انت تعرفه، هو ده الصالح بقى، هو ده الصالح، هم دول أهل الخصوص. وعلشان كده بيقول لك رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده. سيدي كنت حضرتك هتقول المحبة عندهم مش زايدة، كنت حضرتك هتعقب تعقيب من بورك له في عمره أدرك في يسير الزمان. يبقى البركة في العمر إنك أنت تعرف فيها ربك. لو حصل بقى البركة دي تدرك في يسير الزمان ما لا يدركه غيرك في طويل الزمان. من بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمان من منن الله تعالى ما لا يدخل تحت دوائر العبارة ولا تلحقه الإشارة. لأن البركة في العمر ليست بكثرة الأيام، البركة دي حاجة من الله، دي ملهاش دخل بالأيام. الإمام الشافعي مات عنده كام؟ 54 سنة. عمر الإمام الشافعي كله 54 سنة. الإمام النووي مات عنده 44 سنة، وما زال الناس عايشة في مؤلفته. وزي ما ضربت لك مثال، النبي صلى الله عليه وسلم حياته الحقيقية 23 سنة، اللي هي من بعثته إلى أن مات 23 سنة بس. فيبقى علشان تعرف إن المسألة مش مسألة كثرة أيام وليالي وشهور. السيد محمد بن عبد الكبير الكتاني من كبار الأولياء، أولياء القرن الثالث عشر الهجري،
مات عنده كام؟ 33 سنة وشهيد، ميت شهيد عنده 33 سنة. وسيدنا عمر بن العزيز مات عنده حاجة و30 سنة برضه. يبقى هي المسألة مش مسألة بقى ايه كثرة ايام، لكن هي الفكرة البركة. من بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمان من منن الله تعالى ما لا يدخل تحت دوائر العبارة ولا تلحقه الإشارة. الخذلان، كل الخذلان، أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه إليه وتقل عوائقك ثم لا ترحل إليه. الخذلان ضد التوفيق. مش احنا قايلين ان البركة هي التوفيق من الله؟ طيب ضد التوفيق الخذلان. الخذلان بقى الحقيقي ان ربنا سبحانه وتعالى يقلل عوائقك ويقلل علائقك ويفرغك من الشواغل، وبعدين ما ترحلش اليه وتلجأ اليه، لا تروح النادي، لا تفتح التلفزيون، لا تضيع وقتك. اهو ده الاجرام بقى، هو ده بقى الخذلان بحق. قلل لك الشواغل والعوائق وصحح لك بدنك. يعني ما ممكن شوية مغص يقعدوك في دورة المية، مش هيقعدوك تذكر ربك، مش كده برضو؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى صحح لك بدنك وقلل لك الشواغل، لا حد بيطلبك في التليفون ولا في مشاغل ولا حد مضايقك ولا حاجة، والحمد لله لا عندك أموال كتيرة الآن عليها بتشغلها ولا حاجة. يعني كل ثروتك حطيتها في جيبك، جيب الساعة الصغير، وقاعد مبسوط. وبعدين ما عندكش ارتباطات، لا ميعاد بكره ولا ميعاد بعد ساعه ولا حاجه. وبعدين مش جاي لك نوم ولا انت جعان. طب هتعمل ايه بقى؟ اين تذهب هذا المساء؟ اين تذهب هذا المساء؟ هل حد قال لك مره في اين تذهب هذا المساء اذهب الى ربك؟ ولا قال لك روح المسرح الفلاني والكازينو العلاني والسينما العلانيه؟ شوف بقى شياطين الانس، هم دول اللي خلوك مخذول. يبقى هم دول وراء الخذلان، بيدلك على الخذلان، ضياع الوقت. فيقول لك الخذلان، كل الخذلان، أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه إليه. ربك يقول فروا إلى الله، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. مش قايل لك كده؟ والرسول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. طالما اداك صحة واداك فراغ، مضيع وقتك في ايه يا مسكين؟ يقرا الجورنال، يقرا الالغاز، يقرا روايات نجيب محفوظ، يقرا مش عارف روايات ايه. طب وبعدين امتى هتقرا كلام ربك وتتعلمه وتفهمه وتحفظه؟ امتى تعرف سيرة نبيك عشان يزداد محبتك فيه؟ وامتى وامتى؟ ده انت وراك شغلانة طويلة، مضيع وقتك في ايه يا مسكين؟ لا، يقعد على الانترنت يعمل شاتنج. شوف الخيبة، الجو ايه النهارده؟ يقول له حر. والجو ايه النهارده؟ لا النهارده حلو. ويقعد كده 3 ساعات ويستنى على ما الاشاره تيجي، وتيجي على الشاشه. شوف الهلس اللي ولادنا، اللي ولادنا مضيعين عمرهم فيه. ده شغل جنان، شغل جنان عجيب صحيح. وبعدين تدور اهو الابن قاعد يعمل شاتنج، طب والاب قاعد بيتفرج على المسلسل. طب ما هي نفس القصه برضه، مضيع عمره زي ما انت ضيعت عمرك، هو داخل بيضيع عمره جوه برضه. فهمت بقى المسألة؟ لكن انت لو محفظه القرآن من صغره هتلاقيه عنده ورد قرآني، مشغول لحسن اللي ينسى، يقعد يقراه، ومشغول انه مرتبط بيصلي بالناس في الجماعة في الجامع، عنده مستني الأذان عايز يلحق الجماعة، وعايز بقى ارتباطاته تانية. عشان كده الرسول يقول ايه؟ أدبوا أولادكم على 3 خصال، حبي وحب آل بيتي وتلاوة القرآن. لأن تالي القرآن ده تلاقيه ليه مشاغل تانية غير مشاغل الناس التانية. تلاقي طول النهار كده اول ما يفضى، يا وردي يا وردي، ورده بيوجعه. لو ما راجعش قرانه يبقى نايم منكد. حتى لو كسب 1000 جنيه، 2000 جنيه في اليوم، طالما ما راجعش ورده القران يبقى زعلان. لكن لو مراجع ورده القران حتى ما جالوش ولا مليم، يا سلام، يحس ان معاه الدنيا كلها. هم اهل القران كده. فيبقى تلاقي شغله مختلف. لكن الوقت المساكين، الناس مضيعه وقتها في كلام فارغ. اين تذهب هذا المساء؟ ادي المشكله. فيقول لك الخذلان، كل الخذلان، ان تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه اليه، وتقل عوائقك ثم لا ترحل اليه. وعلى شكر كان قايل قبل كده حكمه في اول الكتاب، بيقول من رعونات النفس احالتك الاعمال
الى الفراغ، واخد بالك ازاي؟ على وجود الفراغ يعتبر من رعنات النفس. يعني ايه؟ تيجي تقول للواحد يا سيدي ما تواظب على الصلاة. والله كنا مرة بنقول للراجل كده، بنقول له يا عم ما انت ليه ما بتصليش؟ انت قاعد كده يعني فاضي والاذان قدام الاذان. قال اه بقى لما ربنا بقى يكرمني كده وابني عمارة وتحتها جامع ابقى انا بعد كده ابقى اصلي كل الاوقات. وهو اصلا لابس شبشب مقطوع، يعني مستحيل يعني بقى قابلني بقى. ده اسمه كلام يعني؟ ده رد يعني؟ يعني انت مش عايز تطيع ربك وانت دلوقتي ربك مفضيه قاعد فاضي ما عندوش اي ارتباطات، والاذان ورا الاذان وقدامه الجامع، ليه ما بتصليش؟ يقول لك يا بس لما ابني عماره بقى وابقى ابني تحتيها جامع ابقى ساعتها تلاقيني قاعد طول النهار. والله لو عملها ما هيدخله، لان هيبقى عنده مشاغل تانية. اذا كان انت دلوقتي وانت متفرغ خالص ما مش عايز تصلي، بقى انت بعد كده لما تبقى عندك عماره وعندك اموال وعندك مش عارف ايه وعايز تاخد ارض تانية وتبني عماره تانية، هتقول لي بقى ساعتها تدور على الجامع تصلي؟ فمن رعنات النفس احالتك الاعمال على وجود الفراغ، لان مش هيبقى في فراغ. تيجي تقول للواحد يا ابني واظب على صلاتك، يقول لك ان شاء الله بس لما اتخرج، بس انا عندي امتحانات ومذاكره، او اتخرج وبعدين تستنى سنه تقابله عملت ايه؟ يقول لك الحمد لله اتخرجت. طب ليه ما بنشوفكش يا ابني تصلي؟ يقول لك بس لما اخلص الجيش. وبعدين يغيب عنك كده سنه ولا بتاع، تقابله ايه اخبارك ايه الحمد لله عملت ايه؟ انت ما بنشوفكش ليه يا ابني في الجامع؟ يقول بس لما اتجوز. خلص بقى جيش عايز يتجوز، وبعدين اتجوز جات له واحده اندلت له حياته، تيجي تقابله بعد سنه ايه يا ابني ما بتجيش تصلي ليه؟ معلش اصل مراتي حامل وكل يوم والتاني تعبانه وبتتعب واوديها للدكتور. وبعدين ولدت، اصل الواد في العنايه اللي مش عارف المركزه وفي الحضانه وعنده برد وعنده كحه وعنده سعال. وبعدين بعد 5 6 سنين تقابله، ايه يا عم بقالنا 10 سنين كل شويه تقول لي بس مش عارف ايه بعد ايه؟ يقول لك بس معلش انا بدور على مدرسه اودي الواد لان المدارس بقت زحمه، بقدم له، اول ما اقدم له بس المدرسه هبقى اجي لك. قدم للمدرسه الحمد لله، تقابله بعد سنه عامل ايه؟ ده الواد مغلبنا ولا بيذاكر ولا بيتنيل، بس الواد يخلص المدارس ان شاء الله ويدخل الجامعه واحنا يعني كله تمام. شوف بقى قاعد بيعمل لك على الفراغ. قابلناه بعد 12 سنة لما خلص العيال الجامعة، ايه يا عم بقى ما بتجيش ليه؟ اسكت مش جالي السكر. جالي السكر وضغطي عالي وبقيت ركبي تعباني وما بعرفش اصلي في الجامع، بضطر اصلي وانا قاعد في البيت، اصله اتكسحت. شفت اتكسح كل ده مستني الفراغ، والفراغ مش عايز يجي. رعانات نفس. انت الرسول صلى الله عليه وسلم شوف بقى يقول لك ايه؟ استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. استعينوا بشيء بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. يعني كل ما تفضح اخطف حاجة من عمرك، كل ما تفضح حاجة اخطفها من عمرك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كده، ما تضيعش وقت. انت النهارده خلصت شغلك بدري شوية، يبقى الحبة دول القطهم من عمرك. وبعدين بالليل قبل ما تنام القط لك ركعتين. وبعدين قبل ما تروح الشغل الصبح اقرا لك 4 5 ايات، وانت رايح الشغل الصبح وانت ماشي صلي على النبي 100 مره. وبعدين يوم اجازه علشان الحمد لله 6 اكتوبر ولا عيد النصر ولا عيد مش عارف ايه ولا عيد الفصح، ما بيدونا اجازه في عيد الفصح، واخد بقى، فخدت انت اجازه، يبقى خلاص ده فرصه تقعد بقى ايه؟ تراجع قرانك اللي كنت حافظه، تعمل مش عارف خير، تروح تصل رحمك، تقضي حاجه جارك، تعمل اي خير. يبقى انت كده ماشي في دنيتك في مشاغلك، وفي نفس الوقت بتاخد برضو من عمرك حاجات تلقطها. شوف الرسول يقول لك استعينوا بالغدوة والروحة، يعني حاجة في اول النهار وحاجة في اخر النهار وشيء من الدلجة وحاجة في وسط الليل. يعني القط من عمرك كده حاجة في اول النهار، حاجة في اخر النهار، حاجة في وسط الليل. مش تفضل تقول لي بس اما افضى زي الجدع عيادة لحد ما اتكسح. وليه ما حجتش؟ يقول لك والله انا كنت ناوي احج بس اتكسحت مش قادر اعمل، ان شاء الله هبقى ابعت حد من ولادي. وبعدين تبص تلاقي ابنه يعمل حادثه يموت في العربي. كل القصص دي وارده، كل القصص دي وارده اصلها، دي معروفه. يبقى عشان كده بيقول لك الخذلان، كل الخذلان ان تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه اليه
وتقل عوائقك ثم لا ترحل إليه. الفكرة اللي هي الاعتبار، يعني الفكرة اللي هي في القلب تجعلك تفوقك، يعني تحسسك انك انت ضيعت عمرك فيما لا طائل، تحسسك انك انت مشتاق لربك عايز تعوض اللي فاتك. هي دي الفكرة الصحيحية. الفكرة دي بقى هي سير القلب في ميادين الاغيار. الاعتبار ده انك انت تشوف كل الاثار، الاغيار هي كل ما سوى الله، لان الله لا يتغير، يبقى كل ما سوى الله اغيار لانه يتغير، مش كده برضو؟ يبقى لما تنظر في كل ما سوى الله تجده يتغير، تجده عليه مسحة الفناء، تقوم تزهده. لما تزهد كل شيء لانه فاني ويتغير ولا يوجد له بقاء وليست له وجود، له وجود بذاته، يقوم ايه؟ تقول لا، ده انا عايز الباقي بقى، انا عايز الدائم، عايز الله، انا ارجأ لربي. حاجة اعتمد على حاجة بتتغير، حاجة استند على حاجة بتتكسر، حاجة استند على حاجة بتموت. طب ما انا استند على ربي بقى، هو لا يتغير ولا يموت. يبقى الفكرة اللي تردك لربك هي ان قلبك يسير في ميادين الاغيار، ناظر حوله الى الاثار التي توصله الى المؤثر، وإلى الخلق الذين يوصلونه إلى الخالق، وإلى آثار الفناء اللي توصله إلى الباقي. يبقى دي فكرة السالكين، يبقى دي بداية الفكرة، بداية العظة للسالك. لكن أهل الشهود بقى الواصلين، هي سير القلب في ميادين الأنوار. لأن الواصل ما بقاش ينظر للآثار، بقى ينظر للمؤثر، ينظر أن الله هو الفاعل في الأكوان، أن الله هو العاطي وهو المانع وهو الضار وهو النافع. لا يوجد بشر يضر أو ينفع، ولا يوجد شيء يضر وينفع بذاته، بل الضار والنفع هو الله. فبقى انتقل من النظر للآثار إلى النظر للمؤثر، فصارت فكرته في ميادين الأنوار. يبقى الفكرة للواصل غير فكرة السالك. السالك فكرته في ميادين الأغيار، وفي نسخة للحكم في ميادين الاعتبار، مكان الأغيار، وبرضو معناها واضح، الاعتبار من العبرة. الفكرة دي بقى اللي هو اليقظة دي اللي بتخليه ترد إلى ما ينفعه، سراج القلب، يعني هي دي اللي بتنور القلب. فإذا ذهبت فلا إضاءة له. مش كان قايل قبل كده ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة؟ قبل كده في أول الكتاب، ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. يبقى الفكرة سراج القلب، فإذا ذهبت فلا إضاءة له. الفكرة فكرتان. هو عايز يقول لك بقى إن الناس في الفكرة في الاعتبار نوعين، سالكين وواصلين. السالك ماشي بأنوار التوجه، والواصل ماشي في أنوار المواجهة. يبقى واحد في أنوار المواجهة، أنوار الحضرة، والتاني في أنوار السلوك والعبادة والاجتهاد. الفكرة فكرتان، فكرة تصديق وإيمان اللي هو بتوع أهل السلوك، وفكرة شهود وعيان اللي هم أهل المواجهة، أهل الحضرة، أهل المعرفة، الذين انتقلوا من الأثر للمؤثر، من الخلق إلى الخالق، فصاروا لا يتعاملون إلا مع الله. فالأولى اللي هي الفكرة الأولى، اللي هي فكرة التصديق والإيمان لأرباب الاعتبار، اللي هم النوع الأولاني خالص، اللي هي إيه؟ فكرة سير القلب في ميادين الأغيار أو الاعتبار. فالأولى لأرباب الاعتبار، والثانية اللي هي فكرة الشهود والعيان، والثانية لأرباب الشهود والاستبصار. وبهذا تكون انتهت الحكم تقريبا. وبعد كده في بعض الرسائل إن شاء الله قالها الإمام ابن عطاء الله السكندري لتلامذته، هنحاول نبقى نقرأها في الفترة القادمة حتى نهاية رمضان. لكن الحمد لله تقريبا كده انتهينا من الحكم العطائية.
لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، وينفع بها صاحبها الذي فتح الله به عليها، وأن يفتح علينا كما فتح عليه، وأن يأخذ بيدينا إليه كما أخذ بيده إليه سبحانه وتعالى. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، ذكر الغافلون.